الخير هنا من استاد سعود بن عبد الرحمن من جنوب قطر بالتحديد، والحديث عن المجموعة الأولى التي تضم مصلال والأهلي العربي الوكرة قطر ومعيذر قطر الذي فاز على حساب معيذر بهدف دون رد قبل انطلاق هذه المواجهة. أيها السيدات والسادة في كل مكان، الحديث عن المتقابلين هنا في أرضية الملعب. نعم، على بركة الله تأتي الصافرة، صافرة حكم المباراة عبد العزيز موسى الذي يساعد محمد عبد العزيز وراشد سلطان الشيب والحكم الرابع خالد غانم البدر، بينما مقيم الحكام عادل صالح أحمد. الحديث عن تشكيلة الفريقين، الأهلي الذي يتواجد في المركز الثاني من 4 مباريات قد فاز ب2 وتعادل ب1 وخسر أيمن. نقلة إلى الأمام بن يطو وارتقاءه، طالت هنا الاقتراب، قد يتحدث الوكرة كما ذكرت لكم بهذه الكرة، قد ينطق الوكرة بهذه المواجهة بهذه اللحظات. هنا الأول قادم قادم قادم، يا الله يا الله، وإن كانت الأفضلية نسبية لعناصر الأهلي إلا أن كرة القدم لغتها الأهداف، والوكرة يتحدثون الآن، الوكرة يسجلون الآن. لاحظ هنا العرضية طالت، وبعد ذلك طلال منير، طلال أو عفوا خالد منير، خالد ببحث بمرورة بتقدمه، أخذ مساحة القائم الأيسر وقف بوجهه، إلا أن عمر علي، إلا أن عمر علي بالتمركز أرسلها إلى الشباك وأعلن. وبالتالي لدينا كرة ثابتة الآن من الطرف الأيسر، وهي المخالفة الثانية. طبعا الأول مخالفة ارتكبها فريق الأهلي، وهذه المخالفة التي يرتكبها فريق الوكرة. قادري يستعد، قادري، ولكن تترك للدوكاني، الدوكاني وصلت كرة للتعادل. ماذا يقول المساعد الأول؟ قال بأنها تسلل، رفع رايته، ولكن إن كان هنالك هدف صحيح فسيأتي لنا به الفار، سيعيده لنا الفار. لاحظ وتابع، راقب، لا عيني، لا لا يا بلا، سيأتي الفار بقرار جديد ويقول بأنه هدف، لأن محمد خالد كان كاسرا للتسلل بقدمه اليمنى. نعم أيها السيدات والسادة، وصلت بهذه إلى نقطة الانطلاق وسيقول بأنه هدف، يقول أنه هدف. نعم أيها السيدات والسادة، هكذا رأينا وهكذا شاهدنا، بالإعادة تابعنا، والطيهي قلت لكم سيحتفل. هنا القدم الأيمن، اليد مع القدم لا تحتسب، اليد ليست بالتسلل على الإطلاق خارجة أو ليست استلام لعمر سيكو، تغيير الاتجاه من الجانب الأيمن، انطلاق عن طريق عبد الرشيد، والعطية الثاني 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 الثاني، يا الله يا الله يا الله، يعوض ما أهدر قبل قليل ويسجل الثاني للأهلي. العميد العميد الأخضر يا أبا الأخضر عيني. لاحظ الانطلاق من الجانب الأيمن، يضاعفون النتيجة، يقلبون الطاولة. قلتها وأكررها بأن هذا الرجل عبد الرشيد عندما تكون الكرة بأقدامه عليك أن تنتظر شيئا جديدا، والتمرير إلى نويد. نويد يا عيني يا أخي، يشبهني بلاعب اللي متابع البريمير ليج واللي مركز بليفربول. هذه انطلاقة سنتحدث لاحقا. هنا التسديد والتعادل، لكنها وصلت إلى ضربة مرمى بعد ساعة من اللعب. كاد أن يعادل الوكرة محمد خالد بانطلاقته، إلى أنها ذهبت زاحفة بجانب القائم الأيمن. لديه بنية جسمانية جيدة ما شاء الله تبارك الرحمن، لكنها وصلت إلى علي بمراقبته بمشاهدته بمتابعته، هل سيحتسب ركلة الجزاء لعسال بهذا التدخل؟ نعم، بانتظار دخوله إلى أرضية الملعب، بانتظار القرار الذي سيأتي للجزاء. إنها إلى ركلة جزاء، نعم أيها السيدات والسادة، إلى علامة الجزاء،
عسال بنظرات عسال، اللاعب الذي قام بالفارق بدخوله إلى أرضية الملعب. عسال ومروان حكاية ما بين الاثنين، عسال بانتظار الصافرة، عسال من أجل التعادل، عسال من أجل العودة، عسال عسال. بطل اللقطة الماضية إلا إذا تجاوز الخط، إلا إذا لا ما تجاوز الخط، القدم اليمنى إلى الخلف وهنا، أو إذا دخل لاعب، هذا قرار آخر، إذا دخل لاعب. لكن علينا أترك خط حائط صد نقلة إلى التعادل، إلى التعادل، إلى التعادل. يا الله يا الله، ينجح التغيير، ينجح التغيير يا بارتلومي لوبيز، وهنا يؤكد على النجاح ناصر صالح اليزيدي. برأسه لم تكتمل، بقدمه اليسرى اكتملت هنا العرضية، طالت على بنيطو لكن تابعها بصورة جيدة ناصر صالح، أوصلها ناصر صالح، حضرها المدافع ولكنها وصلت إلى الشباك ما بين البديلين، ولكن ناصر صالح اليزيدي. تقدم بالنسبة لعناصر الأهلي، تغيير الاتجاه إلى الجانب الأيسر، تمريرة البناء المميز العميد والثالث، الله 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 الله, الله. بالنيران الصديقة تسجل، بالنيران الصديقة يأتي التقدم، بالنيران الصديقة يتقدمون الأهلي، يتقدم العميد يوسف أو خالد يوسف يسجل بمرمى. نعم هذه التمريرة، نعم إلى نويد وعرضيته لم تصل إلى عمر، بل أوصلها خالد يوسف، بل سجلها خالد يوسف. وبالتالي يا خالد السويت، يا خالد ليش يا خالد، ليش يا خالد. نعم هنا الأخطاء واردة بعالم كرة القدم، لكن يا خالد رجعوا بصعوبة يا خالد، وهنا يأتي التسجيل. عيسى عبد الباسط بتدخله المميز امام بنيطو وابعاده للكره، ادريسا دومبيا الى الجانب الايمن، هذا الارتداد، هذا التقدم، عبد الرشيد وصلت، عمر علي، عمر علي، عمر علي، جول. يا الله يا الله يا الله، تحولت من خطر وكراوي الى انجاز اهلاوي. بدات بالتدخل من عيسى عبد الباسط النجار امام بنيطو بهذا الارتداد، عبد الرشيد الى عمر علي، عمر علي يا عيني عليك، يا يابه شو تسوي، ياشر على عقله ويقول انا المجنون، ياشر على عقله ويقول انا المجنون، مجنون بكره القدم. يسجل الرابع الموهوب، يا عيني على حلاوته كره القدم النظيفه تجد. وآخر الثواني، نعم سادة المشاهدين، رجعت إلى عمر علي، عمر علي بالتمرير والتمويه، والخامس 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 والخامس، يا عيني ضيعوه، والخامس لم يكتمل يا يابا، ووصلت إلى ضربة مرمى كانت قريبة، وكاد من خلالها الأهلي أن يرسم نتيجة جيدة. لكن الآن أيها السيدات والسادة في كل مكان، تأتي صافرة عبد العزيز موسى معلنة بأن الأفراح ستذهب مع عناصر الأهلي إلى ميدانهم، إلى مقرهم، بينما تعثر هنا الوكر، يصل الأهلي إلى النقطة العاشرة ويتجمد رصيد الوكر بستة نقاط. مباراة أوفت بوعودها حقيقة وقدمت لنا الشكل الجميل، على أمل أن نشاهد مثلها بقادم الأيام. أيها السيدات والسادة، كنت محدثكم مصطفى ناظم العلوان، أتمنى أني وفقت بنقل هذه الأحداث، على أمل أن نلتقي.